الله الله الله، ازيك يا معلمه؟ منوره الدنيا والله يا معلمه. ربنا يخليك. ايه الحكايه بقى النهارده، انت فين النهارده؟ احنا كده النهارده كده احنا في شبرا يا جماعه. بنعمل ايه بقى يا معلمه؟ احنا هنا في شبرا معزومين، وانتوا عارفين جبر الخواطر على الله طبعا. طبعا احنا والنجم طبعا احمد عدويه والعالم كله، جميع الفنانين جايين نجامل، وانتوا عارفين عمر ما حد هيدعيني وانا اقول لا. طبعا طبعا. صح؟ متعود على ده، اول ما حد يجي بيدعيك الحاجة بتجيله. طبعا فرحه وكره بنشوفك في كل الحالات. الحمد لله والشكر لله. هم عارفيني طبعا معاكم في الفرح وفي الحزن وفي كل حاجه. عايزين بقى نعرف ايه الستايل الجميل ده، العبايه يا الرجالي دلوقتي انت خليتيها عبايه يعني ستايلها حريمي شويه. بس هي برضو رجالي، تفصيلها رجالي. بس تفصيلها رجالي. مين اللي بيلبسك يا معلمه؟ مين بيقول لك البسي ده والبني ده ومش عارف ايه وحطي كذا، ومين بيفصل؟ مفيش، انا اللي بصمم لبسي لنفسك. الله، وبخليهم اللي هم يفصلوا لي الحاجه اللي بتبقى عجباني. بس انت اللي بتفصلي لبسك بنفسك؟ خياط اللي بيفصل. ما نقصد كده يعني. وانا بصمم يعني، اقول لهم انا عايز حاجه كذا، رجالي انا ماليش في اي حاجه تاني يعني. ايوه. طب وايه يا معلمه، ايه رايك في اللي حصل؟ انا عباياتي واسعه برضو زي ما هي. طبعا واسعه. ايه رايك في اللي حصل من يعني احد الفنانين؟ يعني في حد عايز يتصور معاه؟ يعني شايف الشباب بيتصوروا معاك اهو. كلهم، كل العالم بيتصور معانا، وكنا احنا والفنان احمد عدويه وكل الناس بتتصور. ما اقدرش اقول لنفسي الا حد لا. هو واحد بقى يعني الفنان احمد عدويه، واحد حب يتصور معاه فزعق فيه، هو اعتذر. بس انت رايك بالفعل ده نفسه؟ والله استاذ احمد عبد العزيز ده قيمه وقامه صراحه، وهو حد محترم. بس ممكن يكون متعصب. هو متعصب عشان خاطر دي كان طلع مع سيدتنا الله يرحمها شيرين طبعا، مين ما يحبش فاطمه، وكان طالع معاها حاجات، ولازم البني ادم يبقى زعلان مننا. العشره مش بالقليل يعني. عشان تبقى عارف. بس هو طلع واحتضن طبعا. طب قولي لي اكتر حاجه ضايقتك فيه، شفت الفيديو؟ شفته وزعلت بصراحه، بس هو طلع واحتضر يعني. بس هو قيمه وقامه طبعا، انا بحبه، انا من عشاقه عشان تبقى عارف. طب والغلبان اللي اتكسر بخاطره؟ لا، ما قال له حقك عليا كده يعني. الواحد مننا قبول اول حاجه. مش حكايه ربنا الواحد بيكرمه بيبقى فنان او بتاعه والكلام ده كله. اللي هو يكسر خواطر، لا، هو ممكن ما يكونش قصده، بس ممكن يكون منفعل وبيمشي زعلان عشان خاطر دي تعتبر صديقته. أيوه. واعتبر اختي ليه. فلازم نمشي، هو حزمان، هو زعلان عليها. طبعا. فالشخص ده جاله وقت مش مناسب، جه في وقت مش مناسب طبعا. هو وراح جاي له طبعا بيكلمه، هو ما خدش باله منه، قال له انا ما خدتش باله منه. بس ايه رساله لاحمد عبد العزيز تقولي له؟ بالنسبه لاحمد عبد العزيز اقول له ايه؟ بالنسبه لايه؟ بالنسبه للموضوع ده يعني، وانت قناه الجمهور ليه، وبعد كده برضه استحسان الجمهور لما جاله الولد البيت. كل واحد بكلام، كل واحد بكلام، لما بيطلع كل واحد بكلام. ايوه. فبس هو طلع وقال له حقك عليا وكده. فما دام اعتذر خلاص بقى. خلاص، لا 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 خلاص. وطبعا استاذ احمد عبد العزيز ده قيمه وقامه، وفنان ليه تاريخ وليه حاجات جميله طبعا. محدش ينكر ده، محدش. فهي ممكن هي بتيجي لقطه كده، الصحفيين والدنيا والدين. فهو قيمه وقامه، ولما الدنيا بقت يعني اتكلمت على الموضوع ده، هو عرف غلطه وطلع اعتذر، ومسكوا طبطب عليه وخدوا بالدنيا بحالها دي كلها. راح له البيت يعني. راح له البيت طبعا، قلبه كبير طبعا، ورحب بيه. طبعا هو قلبه كبير طبعا، اللي هو عمل كده. دلوقتي في الساعه 4 3 الفجر دلوقتي، هتصحي بدري للسوق ازاي؟ لقمه عيش يا معلمه. ما نازله برده بكره السوق يعني، نازله السوق بكره. اطلع اغير ونازله برده السوق عشان دي لقمه عيشنا احنا. بنقول بالليل او في اي وقت اللي احنا بنقدر احنا ننزل فيه للناس. ما اقدرش ان انا لما مثلا حد يبقى باعت لك عربيه وجاي لك وباعت لك ناس وباعت لك ده ان هم ياخدوك، وعنده عشاء فاهمني. ما اقدرش اكسر الخاطر على الله. وبيحبك وبيحبني، كلهم بيحبوني. ايوه. فاهمني انت؟ مش تيجي شبرا هنا وفي نفس الوقت معلش هم يعني مش حكايه مش من ديني كمان، فاهمني انت ازاي؟ فاحنا كلنا واحد فاهمني، لازم ان احنا نقف ونفرح ونفرحهم وكل حاجه، كلنا اخوات وكلنا واحد. كان في كافيه جامد ومطعم. كافيه ومطعم. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا وبكره باذن الله بعد ما نخلص السوق هنبقى بفرح اسماعيل درر يا جماعه. طبعا. وكلنا يبقى اسد مصر، اسد عادل شحاته ويحيى الصعيدي وصابر النقمخ وكل العالم وابو عمار والعالم كله. هيبقى موجودين هناك بفنانين. برضو انا معزوم، هخلص سوقي برضو وهروح باذن الله، لازم ان احنا نروح. الاسبوع اللي فات ده كنت في عيله يتيمه.
ده واجب عليه. ايوه كنت في فرع عيله يتيمه. اه لازم ان انا اروح، ده واجب حبيبي. ماشي ماشي. طب احنا مش عايزين نعطلك يعني. ماشيه ولا قاعده؟ لا طبعا ده النجم احمد عدويه ابو. تعالى يا سيسي تعالى. ايه يا حبيبي؟ عبد العزيز يا جماعه طبعا يبقى خاله فناننا الجميل، فنان العالم. احمد عدويه دلوقتي بس مباشر. وعايزين نسمع الجمهور صوتك الحلو اللي احنا سمعناه في فيديو من شويه. قديمه قديمه. اجرح حبيبي. حبيبي يا عسل يا ابو دم عسل، عسليه يا عسل يا ام ضحكه عسل، كل من شاف جمالك ده ربك المثل، عسليه يا عسل. عسل في مشيتك وفي رقه خطوتك، ده انا شفتك مره واحده شبكتني ضحكتي، مجيني يا عسل يا عسليه يا عسل، كل من شاف جمالك يا عسليه يضرب بك المثل، يا عسل. الله يا زيزو حبيبتي ربنا يخليك. طبعا يا جماعه معانا النجم زيزو يا جماعه اللي بص هيكسر الدنيا باذن الله. احنا بص بتوع المواهب الجديده كلها ان شاء الله. في حاجه نزلال ان شاء الله كده اسمها من تلك، وفي حاجه ثانيه اسمها اريد حلا ساعدوني، بنات حوا جننوني بجمالهم شغلوني. اريد حلا ساعدوني، بنات حوا جننوني بجمالهم شغلوني، دايما كده محتار. الله احلى عسليه في الدنيا كلها حبيبي يا سيدي. حبيبي ربنا يخليك حبيبي. احلى عسليه على مهلك بالسلامه. عايز بقى ايه؟